ده آه تبع العضوية العامة. دكتور ما والله أما بيشبه. خليه لآخر المحاضرة، تمام؟ خليه لآخر المحاضرة. طيب طيب يعطيكم العافية يا جماعة، صباح الخير لكم جميعا. طيب خلينا يا جماعة، آخر إشي إحنا أخذناه نيوكلوفيليك أروماتيك سبستيتيوشن، مظبوط؟ نيوكلوفيليك أروماتيك صحيح دكتور. سبستيتيوشن. طيب اللي حكينا عنه آخر مرة، النيوكلوفيليك أروماتيك سبستيتيوشن والميكانيزم تبعته عبارة عن أديشن بعدين إليمينيشن. أوكي كمان مرة نراجع اللي أخذناه قبل على السريع بس. على تليفون والله. اوكي هلا هذا عبارة عن addition elimination. اوكي هلا اليوم بدنا ناخذ يا جماعه نفس التفاعل nucleophilic aromatic substitution لكن العكس، elimination بعدين addition. هلا بتشوف الفرق بيناتهم. اوكي elimination بعدين addition، تمام. اوكي خلينا هيك بس على السريع نشوف ايش النيكلوفيريك اروماتيك سبستيتيوشن. راجع معلوماتنا يا جماعه، حكينا انه لازم يكون في عندنا مجموعه هالوجين بالاضافه الى الكترون ويذ دروينج جروب بالاورثو او البارا. اوكي او البارا بوزيشن او خلينا نحكي فعلناها مع النيوكلوفايل. النيوكلوفايل شو سوى يا جماعة؟ استبدل الهالوجين، تمام؟ هذا اللي أخذناه، أخذنا إكزامبل. إذا استبدلنا النيوكلوفايل لأنه في عندنا اللي هو ذا دروينج جروب، وأنا نفس الإشي استبدلنا النيوكلوفايل لأنه محاضرة إشي. بعدين هون يا جماعة نفس الشيء، النيوكلوفايل استبدلناها بالإكس، بدلنا الإكس بالنيوكلوفايل بسبب وجود الإلكترود دروينج جروب. هذا الحكي أخذناه، تمام. وعرفنا كيف حتى صار الميكانيزم، إنه أول شيء صار في أديشن بعدين صار في إليمينيشن. هلا هون نفس القصة لكن بدنا نستبدل الاكس بالنيوكلوفايل، نستبدل الاكس بالنيوكلوفايل اوكي مع درجات حرارة عالية جدا، هاي تمبرتشر مستخدم، بالاضافة الى عدم وجود الكترود درون جروب. ابدا ما في الكترود درون جروب لا اورثو ولا بارا، عشان هيك بنستخدم درجات حرارة عالية ممكن تصل لاعلى من 340 درجة سيلسيوس حتى يصير النيوكلوفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، يستبدل النيوكلوفال يستبدل الاكس. اوكي هلا الميكانيزم هرسم لكم اياه عباره عن اليمينيشن اديشن وليس اديشن اليمينيشن. كيف عرفنا انه هذا التفاعل هيمشي اليمينيشن اديشن؟ لانه ما في الكترود درون جروب، صار استبدال بغياب الالكترود درون جروب مع الهاي تمبريتشر. اما هذا واضح، وجود الكترود درون جروب استبدل النيوكلوفايل الاكس بشكل عادي بدون استخدام درجات حرارة عالية. اوكي طيب خلينا نشوف الميكانيزم لها. احيانا خلينا نضيف، احيانا بسموه بنزاين ميكانيزم، يعني خلال الميكانيزم بده يتكون عندنا بنزاين. هلا بنحكي شو البنزاين بالإلمينيشن أديشن. نيجي ناخذ اكزامبل او ميكانيزم، خليني والله اكتب لكم هذا. خليني نقول والله شوف الفرق.
مثلا هذا تفاعل عندنا نيوكليوفايل صوديوم هيدروكسايد اللي هو او اتش هيدروكسايد استبدل السي ال بهيدروكسايد، درجة الحرارة 340، مستخدم حتى برشر، يعني ظروف قاسية جدا إذا أنتم شايفين. هلا هون بدي أكتب الميكانيزم، ما بدنا نركز عليها كثير، بس بدنا نعرف أكمل مصطلح. أوكي؟ أورجيكم مثلا شو اللي صار، خلينا نكتب الميكانيزم. شوف شو اللي صار. شو يعني إليمينيشن أديشن؟ ليش صار إليمينيشن؟ هون يا جماعة سي ال مع الحرارة العالية، مركب كلوروبنزين مع الحرارة العالية بخلي الـ OH- ياخذ الـ H اللي جنب الهالوجين، ياخذ الـ H اللي جنب الهالوجين. اوكي، هذه راحت عملت رابطة. هلا هذه مش تحركات، الـ CL كلها بتطلع اوكي مع الحرارة العالية. انتبهوا للوسيط، هذا الوسيط أول مرة تشوفوه، هذا هيك هذا هيك هذا هيك. في عندنا ايش؟ الرابطة اللي هون صارت هون، خليني اكتبها بالخط الاحمر. اوكي تمام يا جماعة، هذا اسمه ايش؟ بنزاين، اسمه بنزاين، تكون عندنا بنزاين. طيب هون اللي انتم شايفينه صار في اليمينيشن للاتش ولا ما صار؟ اوكي، عشان هيك بلشنا من كلمة اليمينيشن وليس اديشن، اليمينيشن تمام يا جماعة، إليمينيشن حتى إنه يعطينا البنزان. أوكي، ليش راح التفاعل سلك هذا السلوك؟ لأنه استخدم هاي تمبريتشر. هاي تمبريتشر ليش استخدم هاي تمبريتشر؟ لأنه ما في عندنا إلكترون ويدرون جروب بيسهل التفاعل، فاضطرينا نرفع درجة الحرارة عالية، اضطرينا نرفع درجة الحرارة إلى درجة حرارة عالية جدا. طب أول ما يتكون البنزين بيجي نيوكليوفايل سواء H2O أو OH، أوكي؟ H2O بيجي يا جماعة من الـ O بدها تربط، وهذه الـ Triple Bond بدها تاخذ الـ H، الـ H من جزيء ما آخر، أوكي؟ شو صار عندنا لو بدنا نتبع حركة الأسهم؟ صار عندنا O H H، اوكي هنا بس اكتب الاسهم بالضبط. هنا دبل دبل دبل، اوكي هنا هذه ايش اخذت ال H، هنا نكتبها انها اخذت ال H تمام يا جماعه، طلع O H minus. طبعا هذه شحنتها موجب، لو O H minus شو باخذ على طول؟ مين باخذ يا جماعه؟ شو رايكم؟ اتش اللي على الاو بالضبط، فطلع لنا البرودكت بالنهايه او اتش تمام يا جماعه، طلع لنا هذا البرودكت. اوكي اذا هذا بيشرح ميكانيزم، بتشرح كيف صار التفاعل. بنلاحظ انه صار في عندنا اليمينيشن، بعدين هون ايش صار عندنا؟ ضفنا الماء اديشن. عرفنا من وين اجت كلمه اديشن بعدين اليمينيشن يا جماعه؟ اوكي إذا عرفنا الفرق بين هاد هاد وهاد، عرفنا الفرق. إذا هذا elimination addition nucleophilic aromatic substitution، أوكي من نوع elimination addition، كون عندنا البنزين. أوكي ليش مشينا بهذا السلوك؟ لأنه ما في عندنا electron withdrawn group in the ortho أو para position، فاضطرينا نرفع درجة الحرارة درجات عالية جدا بحيث إنه يصير عندنا التفاعل. اوكي يا جماعة، الاتش اللي من تحت من وين جبتها؟ الاتش اللي هون اه هذه كلها مي، جزيئات ماء، مي مي التفاعل كله فيه مي، عندنا ملايين الجزيئات من المي في السوليوشن تمام. طب يعني في حتى في بس عفوا في حتى احيان ما بحطوا في كتب بتحط او اتش على طول انه نفسه الاو اتش اكسس وتفاعل. هلا احنا ما بدنا نركز على الميكانيزم كثير، والله شو اللي صار، انا بهمني انه نعرف كيف تكون البنزين بالدرجه الاولى، ونعرف هذا سلك سلوك اليمينيشن بعدين اديشن. اوكي تمام، وبهمني متى سلك هذا السلوك، لانه ما في الكترون ويدرو جروب بالاورثو او البارا بيضطر يرفع درجات الحراره عاليه. هلا ما بهمني بالضبط شو اللي صار، انا بورجيتكم اياها بس ما بهمني شو التفاصيل.
فهمني الإليمينيشن كيف أجا؟ إن الـ OH هذا أول مرة تشوفه يسحب H من جنب الهالوجين. ليش؟ لأنه حرارة عالية جدا صار إليمينيشن. بعدين صار في عندنا أديشن، بغض النظر شو صار بعدين. تمام يا جماعة؟ طيب تفضل. دكتور الماء. الماء ليش ما ضفته على شكل OH وH؟ يعني ليش ماء مثل ما هي؟ هنا 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 مش الكين ينضاف OH وH. اوكي الاو الاو كلها مع بعض اوكي مش الكين هذا الاو كان يكلفال اجا هيو اوكي تمام دكتور مش الكين يتصرف ولا يضيف او اتش واتش اوكي دكتور تفضلي دكتور احنا في البدايه الاو اتش سحبت اتش صحيح طب ليش بعدين باخر خطوه رجعنا ضفنا الاتش هنا اجت يعني الاتش هاد؟ لا دكتور اخر شيء اللي بعد اللي بعد هيها سحبت الاو اتش صح هيها سحبت الاتش عشان يكون الالكان لا شوف الاو الاو اللي هون شوف الاو اللي هون ربطت هذه التريبل بوند صارت رابطه لحالها يعني خلينا نعتبر انه رابطه لحالها عليها ماينس بده ياخذ الاتش من جزء ماء ثاني اوكي اخذ الاتش من جزء ماء ثاني دكتور انه اخر شيء رجعنا ضفنا الاتش مش قبل يعني قبل الاخير رجعنا ضفنا الاتش وكان عليها جزء ماء منين اجت ايوه هاي اللي هون هذه هي من هون خلاص لما هذه شايف اللي تريبل بون شايف اللي تريبل هذه رفعه اخذت الاتش من جزء ماء ثاني يعني المي اتفاعل انضاف وبنفس الوقت اخذ منه الاتش اوكي ايوه تمام دكتور عشان الكربون الثانيه كمان يضل عليها اربع روابط ما هي التريبل بوند رابطتين واحده او اخذت واحده اتش احنا لو حطيناها ماينس او بتضلها ماينس الماينس بالنهايه بياخذ اتش اوكي اخذها من وين الاتش من جزء ماء ثاني يعني المي هون اشتغل كان يوكلوفاي وبرضه اخذ منه الاتش واشتغل كبيس تمام يا جماعه او كأسد عفوا طيب شوفوا احنا بدناش نركز بالدرجه شو اللي صار بالتفصيل انا بهمني انه الاو اتش ماينس هنا بسبب الحراره العاليه وغياب الالكتروهيدرونيك جروب في الاورثو او البارابسوجين خلى الاو اتش ماينس تاخذ الاتش فعمل تريبل بوند هذا شيء اول مره نشوفه هذا زي الالكاين عشان هيك سموه اين اخر شيء بنزاين اوكي هذا مش ستيبل فعلى طول نضاف له الماء اول ما ينضاف الماء بهذا الشكل هذه الرابطه هذه الزياده ما هو بيصير عليه خمس روابط هذه الرابطه الزياده صارت الكترونين ماينس الماينس بده ياخذ الاتش من جزء ماء اخر تمام طيب يا جماعه بس بدناش نركز كثير بس نعرف انه هذا من نوع elimination addition وهذا من نوع addition elimination الاثنين nucleophilic aromatic substitution الaddition elimination بيحتاج electron withdrawing group elimination addition ما بيحتاج electron withdrawing group بس بده حرارة عالية طبعا هذا في التفاعلات لما يحضروا منه drug لآخره ما يستخدموا هذا التفاعل يستخدموه بقلة لأنه الحرارة العالية بتكسر لنا كثير من الروابط الموجودة في الكومباوند طب هلا يا جماعة احنا نعيد معلوماتنا كلها بالشابتر هذا اخذنا electrophilic aromatic substitution nucleophilic aromatic substitution من نوع addition elimination او elimination addition وعرفنا الفرق بيناتهم هلا ناخذ هيك تفاعلات متفرقة نفتح موضوع جديد ممكن نسموه رقم 4 اللي هو oxidation oxidation of alkyl benzene تفاعلات سهلة هاد alkyl benzene alkyl يعني عندنا بنزين عليه R عليه R بغض النظر شو R R قد تكون CH2 قد تكون CH3 نكتب ال R قد تكون CH2 قد تكون CH3 قد تكون حلقة عبارة عن حلقة اوكي بغض النظر شو هو الى اخره ار يعني في كربون بالنهايه في كربون يا جماعه
أمثلة لا يعني أمثلة كبيرة جدا. شو بنساوي إحنا لما نحط KMnO4 بوتاسيوم بيرمنجنيت under acidic condition H3O plus heat على طول بيحول لنا الـ R بغض النظر شو هي الـ R بيحول لنا إياها لكربوكسيليك أسيد C double bond O H حول لنا إياها لكربوكسيليك أسيد تمام؟ example والله مثلا CH3 أوكي مع الـ KMnO4 الـ H3O plus للتسخين شو أعطانا؟ على طول بيحول لنا إياها لكربوكسيليك أسيد تمام يا جماعة؟ لو بدنا نحط أكثر من R أكثر من R يعني هون مثلا CH3 هون مثلا CH2 CH3 كله عبارة عن كاربون على طول لما نحط له KMnO4 بده يكسر بغض النظر شو صار في البقية أوكي وهي على طول كل R بدها تتحول لكربوكسيليك أسيد هون كربوكسيليك أسيد أوكي يا جماعة؟ دائما هذه يعني ممكن حد يسألني وين راحت هذا؟ ما عندنا اتكسرت اوكي؟ خلص اي ار لو 50 كربون مرتبطة هنا CH2 الكين CH2 OH أن ايش ما هو اتكسر بما انه مربوط مع كربون دايركت اذا اي كربون مربوطة بشكل مباشر مع البنزين هيك اكتبوها اي كربون مربوطة بشكل مباشر مع البنزين لما نستخدم KMnO4 H3O بلس وتسخين بحول لنا اياها لكربوكسيليك اسيد ممكن يكون حتى البنزين زي هيك يا جماعه ها يعني في عندنا حلقه بنزين ومربوطه مع حلقه عاديه هذا عباره عن كربون ولا مش كربون يا جماعه بالنهايه شو بده يصير الجواب هاي KMnO4 H3O بلس وهي شو بده يصير يا جماعه من الجهتين كربوكسيليك اسيد صح COOH COOH تمام؟ لأنه أي تنتين دكتور؟ تنتين لأنه هون مربوط مع كربون وهون مربوط مع كربون تمام؟ أرتين صح تمام تمام؟ حتى لو كان عليها دبل بوند كان عليها تريب إيش ما كان يكون عليها طالما كربون متصلة مع البنزين بالأكسد كله طب هدول شو صار فيهم؟ بتكسروا في السوليوشن أوكي يا جماعة؟ تمام؟ مثلا عندنا نحط اشي CH3 مثلا عندنا NO2 مثلا الان ان ما زي ما هي بتضل هاي اذا بنستخدم القواعد KMnO4 H3O بلس هي شو بده يصير يا جماعه؟ COOH اوكي هذه بتضلها زي ما هي بتضلها زي ما هي اذا عرفنا هذا الكونديشن اوكسيديشن ليش لسه منها العمليه اوكسيديشن اوكسيديشن لانه بنلاحظ انه الهيدروجين قل وزاد ايش الاكسجين صح لما يزيد الاكسجين في المركب هذا بنحكي له ايش اوكسيديشن عمليه اوكسيديشن تمام يا جماعه اوكسيديشن بالضبط طيب هلا نيجي على تفاعل اخر دكتور بس معلش رجع شوي على اخر واحد طيب. هاي يا جماعة خلاص دكتور خلاص نيجي هلا على reduction of nitro group دائما اي nitro group يا جماعة اي nitro group نقدر نعمل لها reduction عن طريق two reagent اوكي بامكاننا نحكي iron مع under acidic condition اي واحد بعدين OH minus يستخدم وسط قاعدي او يستخدموا stannous chloride SN SN هذه يا جماعة مين بيعرف شو هو الـ SN؟ في حدا بيعرف شو هو الـ SN؟ عنصر الـ SN السيانايد دكتور
لا اس ان اس ان كمان مرة اس هيها اس وان. طب هذا مطلوب منكم تعرفوا شو، اكتب على الجوجل اس ان وشوفوا شو عنصر ايش. تمام يا جماعة؟ اوكي استنى سكلوراي. طيب بصير ريدكشن يا جماعة، بتحول ال NO2 ل NH2 اوكي، وهذا نفس الشيء ل NH2. تصدير دكتور الاس ام، تصدير ايه؟ تصدير طلع تصدير يعني اعرفوا انتو. اوكي اس ان معروف، تصدير لازم تعرفوهم هدول، الاس ان الاناسل لازم تعرفوهم هدول مهمات. اوكي ستنس كلورايد بيسموه ستنس كلورايد. طيب هلا هون ليش استخدمنا بيسك كونديشن؟ والله ليش رحنا حطينا بيسك كونديشن؟ لانه لو بدي ارسم على جانب يا جماعه، النايترو شوفوا النايترو في الوسط الحامضي لو استخدمنا اف اي اتش سي ال فقط بيحول لنا اياه ل ان اتش 3 بلس، ان اتش 3 بلس لانه وسط حامضي. اوكي طب كيف بدنا نرجع ل ان اتش 2؟ بدنا نحط وسط قاعدي صح؟ او اتش ماينس، او اتش ماينس بده ياخذ الاتش صح ولا لا يا جماعه؟ هذه قاعده، قاعده وهذه اسيد، القاعده البيس بده ياخذ الاتش فصارت ان اتش 2. اوكي عرفنا ليش حطينا اثنين او اتش او اتش. تمام يا جماعه ريدكشن اوف نايترو جروب، مهم جدا نحول النايترو لان اتش 2، هذه قصتها قصه، في شيء في لها تفاعلات كثيره. اوكي نقدر نعمل لها تفاعلات ما انزل الله بها من سلطان، طبعا ما هناخذها هون بالماده هذا. طيب تمام يا جماعه هلا والله خليني اخذ بس هيك اذكركم بالريدكشن اوف كربونيل. شوي ملوش علاقة في موضوع البنزين بس في التحضير مهم، لأن أنا نزلت لكم أسئلة، أسئلة مع أجوبتها يا جماعة ممكن تشوفوا هذا التفاعل بدي أذكركم فيه من ضمن تفاعلات البنزين. إنه أي شابتر الثاني دكتور نزلت؟ إيه؟ أسئلة على الشابتر الثاني، أسئلة مع أجوبة. أوكي هلا مثلا مثلا عندنا أي كربونيل مع R أخذتوهم أنتوا على فكرة، إذا استخدمنا Zn at G at Cl أوكي Zn at G at Cl أو حتى H2 بلاديوم مع كربون. أوكي يا هاد يا هاد بحول الكربونيل لإيش؟ CH2، بحول الكربونيل لإيش؟ CH2 reduction of carbonyl يا جماعة. أوكي بدون ما يعمل ريدكشن لحرقة البنزين. تمام؟ اوكي يا جماعة. بيستخدم احيانا اشياء ثانية H2 بلاتينيوم لكن خلاص بهمنا هدول بكفي. اوكي الريدكشن انواع الريدكشن كثيرة. طيب هلا بدي اجي احكي عن اللي يكتب دكتور بس ما لنا دكتور ما لحقنا نكتب، خذوا اكتبوا انا شوي لانه بدي اخلص شابتر اليوم لازم اكتب يا جماعه. زد ان مع اتش جي مثل مع مثل شو بسموه؟ مثل مع مثل املجم لما يكونوا دايبات ببعض زي سوليوشن بس سوليد وسوليد هون طبعا. مين بيعرف الات جي عنصر ايش الات جي؟ فضة صح؟ زئبق ميركوري. لا ميركوري زئبق، لازم يا جماعه الاناسر تعرفوها.
مالكم حاسس بأنسين العناصر؟ دكتور المادة 8 شباتر. المادة ايه؟ كم شابتر؟ 8 8 هذا أطول شابتر هتلاقوه، هو شابتر البنزين الهيديرو سايكل كله عبارة عن تسميات، التفاعلات تقريبا يعني نفس تفاعلات البنزين. هنأخذ هيك يعني بالمد، بالمد حيكون كم شابتر تاخذ معنا؟ أربعة والله أعتقد 3 شباتر بس. بس؟ تعال مد دكتور بأربعة صح؟ خمسة أربعة ولا ستة؟ والله ما بدري يا قيس بالضبط. خلص يا جماعة دكتور معلش تفتح فوق. نعم؟ بس المثال، بس المثال بدنا نقول بس اللي فوق شوي. اللي فوق أنا هون ورجيتكم ليش حطينا صوديوم هيدروكسايد. أوكي هو الـ FeHCl بيحوله عن H2، لكن وجود الـ HCl بيصير عن H3. أوكي الـ HCl بخليه عن H3. طب كيف بدنا نرجع لـ عن H2؟ بنحط له basic condition. خلاص يا جماعة؟ خلاص دكتور خلاص. هلا يا جماعه احنا حكينا الالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن، حكينا خمس تفاعلات قسمناها لخمسه، سلفونيشن، نايتريشن، هالوجينيشن، فريدر كرافت الكيليشن، فريدر كرافت اسيليشن، مزبوط. هلا بالنهايه البنزين حكينا بده يتفاعل مع الكتروفايل بغض النظر شو مصدر الالكتروفايل. اوكي بغض النظر شو كيف اجى الالكتروفايل، هذا سميناها الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن. طب بدي اسالكم والله ممكن احنا نجيب الكتروفايل من الكين كيف؟ اذا خلينا نحكي الكتروفايل، الكتروفايل فروم بروتونيشن بروتونيشن اوف الكين. كيف ايش البروتينيشن في الكين يا جماعه بيعمل؟ مثلا هي عندنا الكين درجه رجعكم على اورجانيك 1 اوكي سي اتش 3 هنا اتش وهنا اتش، لو حطينا اتش بلس، اتش بلس جاي من اتش 2 اس او 4 او اتش 3 بي او 4. متذكرين الحكي يا جماعه الاتش وين بتروح حسب قاعده ماركوف؟ بتكسر الكربون بالضبط، بتروح على هاد يعني صح؟ طب لما تروح هاد ها خلينا نقطعها، لما تروح هاد شو بدها تصير؟ سي اتش 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 هون سي اتش 3 هون سي اتش 3 هذه ايش صارت شحنتها؟ موجب صح؟ كربوكاتيون موجب. هذا الكتروفايل ولا مش الكتروفايل؟ الكتروفايل هذا الكتروفايل. اوكي طيب لو جبت لكم اذا هذا كربوكاتيون، كربوكاتيون الكربوكاتيون نحن عارفينه، كاربوكاتيون عبارة عن إلكتروفايل. طيب هلا يا جماعة لو جبت لكم تفاعل، تفاعل نفسه هذا حكيت لكم هاي المركب CH3 CH3 double bond CH H under acidic condition بتروح هذا بتحوله لإلكتروفايل وبتفعله. مين يفعل لي اياه؟ خلص مشبك، ما هي الموجب زي تفاعل. يعني هون بدك تعمل تفاعل انت لحالك بتحط الالكتروفايل بعدين تشبكه مع الموجب صح ولا لا؟ صح؟ تمام دكتور. اكتبوا لي الجواب ابعثوا لي اياه يلا. هي الالكتروفايل اللي تكون عندنا هذا نفسه هيو تشبكه بس. اوكي ابعثوا لي اياه يا جماعه. كمان مرة لناس قاعدة ماركوف دائما بنضيف الـ H على الكربون التي تحتوي هيدروجين أكثر. هذه قاعدة ماركوف. تفاعل إيش معنى إلكتروفايل فروم بروتينيشن أوف الكين؟ هون عملنا بروتينيشن، إيش يعني بروتينيشن؟ يعني ضفنا H للألكين، شو تحول؟ إلكتروفايل. ما استخدمنا HCl لأنه إذا حطينا Cl، Cl بده ينضاف، بس الـ H2SO4 بس بيعطينا H بلس.
اوكي او H3O بلس نفس الاشي. اللي بعت لي يحكي لي يا جماعة. صار بعثت انا. يعني كل اللي بعتوه اللي مزبوط يا جماعة. قمر وستار كله تمام. محمد كل اللي بعتوه لي تمام. اوكي صفاء كله تمام. اذا هاي الالكتروفايل قدامكم يا جماعة. هون سي نضيف سي اتش 3 هيها على الموجب. هاي الكربون الموجب عليها سي اتش 3 وسي اتش 3 وهذه كمان كلها هذه سي اتش 3 كلها سي اتش 3 تمام يا جماعة. إذا إحنا بإمكاننا نضيف على البنزين شو نضيف؟ R جروب غير الفريدريك كرافت فريدريك كرافت الكيليشن. أي يا جماعة تمام. صفاء تمام دكتور. تمام يا صفاء. تمام. طيب هلا يا جماعه يعني حلوا هذا الاكزام لحالكم. حلوا لحالكم اشوف فيما بعد طبعا. حلو لحالكم فيما بعد يا جماعة. وابعثوا لي اياه بعد المحاضرة ابعثوا لي اياه. اوكي طيب هلا نيجي في تفاعلات يا جماعة مثلا تدرب عليها كمان هون. دكتور ما هو نفسه للي تونا بعثناه؟ لا مش نفسه. لا بيختلف بيختلف على قاعد معكم بيختلف الهيدروجين. شوفوا هون يا جماعة والله في أمثلة كثيرة يعني درب عليهم. شوف الأول بديش إياه هذا بديش إياه السادس. أوكي هون هتلاحظوا أنه استخدم H2O3 بدل H2SO4 ما هو كاتاليست. استخدم أسيتيك أسيد نفس القصة. أسيتيك أسيد استخدم بالنهاية هذا مصدر للNO2. إيه نعم كم رقم السلايد؟ رقم السلايد يا جماعة 34. أوكي هذا هيو أخذناه هلا أربعة تفاعل أربعة هلا أخذناه. الباقي كله مطلوب معكم تمام يا جماعة. تدرب عليهن بدي تدرب تطلع عليهن. أوكي هلا في آخر إشي يا جماعة بدنا نحضر سينتيسيس. كل المهارات السينثيسيس زي ما تعلمته اورجانيك وان يا جماعه يخليك تستخدم كل المهارات اللي تعلمتها تمام. مثلا خلينا نحكي والله هذا السؤال خلينا نعمل كوبي بيست. شوف كيف بدنا نفكر في هذا السؤال. اوكي بده نحضر هذا المركب هذا من هذا من التلوين. اوكي هلا نستخدم كل المهارات اللي تعلمناها شو ممكن نعمل يا جماعة؟ عندنا سي اتش 3 هو معطيك اياه بلش من هذا. بلش من هذا. شو ممكن نعمل؟ ممكن اول اشي نعمل نايتريشن. فكرت النايتريشن. طيب
هلا بدي اكتب معلومه واكتب الاوردر. الاوردر هلا بحكي لكم ايش يعني. الاوردر از فيري امبورتنت، ترتيب للريجنت فيري امبورتنت. شو يعني؟ يعني زي ما حكت بيان والله بدها تعمل نايتريشن اول شيء، هو اكيد بدنا نعمل نايتريشن، بس متى؟ باي خطوه؟ بيان فكرت هلا نعملها. طب يا بيان لما نعمل نايتريشن وين بده يروح؟ على الاورثو والبارا صح؟ صح ولا لا؟ يعني مره هيطلع عنا اه صح دكتور اه ها اوكي ان او 2 اوكي ومره هيك. طب هذا هذا اعطانا المركبات، ممكن اكثر من ستيب نستخدم. اه هي اعطانا مركبين يعني صعب. اذا انتم ملاحظين النايترو على الميتال سي او 2 اتش، طيب شو ممكن نساوي؟ اذا هذا غلط، هذا غلط اوكي. آه. معناها اول شيء اوكسيديشن للتولوين. التولوين التولوين يا جماعه شو بنعمل له؟ اوكسيديشن. طب ليش عملت له اوكسيديشن؟ في حدا بيعرف غير بيان؟ شوي بيان طولي بالك. في حدا بيعرف غير بيان يا جماعه؟ كمان مره انا بدي احكي لكم بيان اللي بتحكيه صح. سي اتش 3 بدنا نعملها اكسيد ونحولها لكربوكسيليك اسيد. طب بس ليش؟ إلو اها بيان بشار قمر كمان الباقي يا جماعة ليش نايمين انتو هذه الشعبة هيك؟ اتفضل يا قمر. بس عشان نحولها للكاربوكسيليك اسيد صح؟ طيب حولناها بعدين ها بدي احولها. ليش بدك تحولها لكربوكسيليك اسيد؟ حولتيها والله اشوف لانه بالناتج يعني بدهم. طيب اوكي ها اذا سي اتش 3 خلينا نمشي. ايش بدنا نحول اكيد؟ كم انا 4 اتش 3 او بلس تسخين صح؟ مزبوط سي اتش 3 عفوا سي او. بس المشكله موقعها مش نفس موقع ال سي اتش 3. اوكي هي هلا كربوكسيليك اسيد يا جماعه تمام في عندنا كربوكسيليك اسيد. طيب الكربوكسيليك اسيد بتوجه اورثو بارا ولا ميتا؟ شو رايكم؟ يرفع لي ايده والله. ميتا دكتور. دكتور طيب هيكم حكيتوا قبل ما. طب اوكي ميتا ليش يا بشار؟ لانه ما ندونيتك جروب دكتور. لانها ايش؟ منها دونيتنج. ايش يعني اسمها؟ الاسم الثاني دي اكتيفيتنج. ايش الاسم الاخر كمان؟ دي اكتيفيتنج مزبوط. ايش كمان في مصطلح اخر غير دي اكتيف؟ الكترويد دروينج. اوكي كل اللي حكيتوه صح. بدنا نتعلم المصطلحات هذه. اذا هذه الكترويد دروينج جروب. الكترويد دروينج جروب بتوجه ميتا فبكل سهوله بنعمل ايش يا جماعه؟ ايش؟ نايتريشن. نايتريشن اوكي. وين بدها تيجي؟ على الميتا مزبوط هيو. اوكي هذا نفس هذا ولا لا؟ شو رايكم؟ اه نفسه دكتور نفسه. طيب ايش يعني اوردر از فيري امبورتنت؟ ترتيب. يعني احنا مثلا لو بدنا نعمل نيتريشن بالاول بعدين نعمل اوكسيديشن يعني زي هذا لو بدنا نكمله ما هيطلع معنا. الاهم انه نعمل اوكسيديشن بعدين نعمل نيتريشن. تمام تمام. طيب هلا بدي اعطيكم كمان سؤال. كمان سؤال يا جماعه كمان سؤال والله خليني اكتبه. اكتب دكتور ما كتب عرفت الجواب. اه ما كتبته. طيب تمام ايوه هيك. اكتب اكتب تمام دكتور خلص. طيب ثواني ثواني بدنا ناخذ موضوع سينثيسيس. سينثيسيس بخليك تستخدم كل المهارات اللي استخدمتها كثير مهم. يعني انا بجيب لكم في الامتحان والله واحد عملنا اوكسيديشن اه بعدين نايتريشن ولا عملنا لا
نيتريشن بعدين اوكسيديشن. اوكي بكتب لك الريجنت 1 HNO3 H2SO4 2 KMNO4 H3O+ ولا لا HNO KMNO4 H3O+ هيت بعدين HNO. بيجي سؤال زي هيك اوكي بهمنا نشوف من الخطوات اللي بتعطي المركب بشكل صحيح. طيب بدي اعطيكم كمان سؤال يلا يا جماعه اروح دكتور خالص. طيب خلينا ناخذ هذا السؤال زي ما هو كاتب synthesis for bromo to nitro toluene. من وين بده اياه؟ from benzene. يعني كأنه بده يحكي لنا البنزين البنزين بده يحوله لمين؟ لفور برومو تو نايترو تلوين. خلينا نكتب فور برومو تو نايترو تلوين. هاي تلوين تو نايترو هاي تو نايترو فور برومو هاي فور برومو. اوكي بتعرف انتو كي بتسموا. اوكي بتعرف التلوين الرئيسي هنا فرع وهنا فرع. اوكي طيب اذا فور برومو تو نايترو تلوين هيو خلينا نحطه تحت. بدنا نحضره يا جماعه بدنا نحضره. بدي اعطيكم دقيقتين بالضبط. اللي بحضره بشكل صحيح له علامه كامله. بدي اساعدكم مثلا من وين اول شيء بدنا نبلش؟ هل بدنا نبلش فريدريك رافت الكليشن بعدين نعمل له برومونيشن بعدين برومونيشن ولا نعمل اول شيء برومينيشن بعدين نيتريشن بعدين فريدريك كرافت ولا أو بعدين نعمل نيتريشن ولا يعني بدنا نشوف الاوردر فيري امبورتنت بيتحكم بالتفاعل يا جماعه. اوكي هيك بدنا نفكر هذا معنى الاوردر از فيري امبورتنت. تمام يلا معكم لل 45 في حدا يا جماعة شايف الأمور معقدة؟ أنا أمل؟ أمل؟ معقد كثير. هذا التفاعل صح؟ غيره يا أمل. تدربتي يا أمل؟ تدربتي على الأسئلة؟ أي أسئلة؟ كتبتي؟ بشكل عام يعني كنت اعطيك اياه كنت تكتبي تتدرب عليه. ما بقى بكتب يعني مش عارف. طيب شوفي هلا يا امل هذا فكره جديده مش مشكله. عارف ايش يعني نيتريشن يا امل؟ لما اسالك شو النيتريشن للبنزين شو بدنا نستخدم؟ HNO3 مع H2SO4. طيب هلا يا امل بدك تحاولي إذا عملتي نيتريشن جربي امسكي ورقة وقلم. في حواليك ورقة وقلم يا أمل؟ لا والله. طيب يا أمل هو طب بنفع احنا أورجانيك. صح. طيب طبعا بدكيش تفهم إذا ما خربشتي ما بدك تفهم يا أمل. لازم يكون حواليك ورقة وقلم وتكتبي يعني جربي الشغلة نجرب نعمل نيتريشن. طب النيترو اللي تكونت عندنا مثلا وين بدها توجه؟ ميتا. طب ميتا وجهت ميتا. طب ميتا طب بعدين بدنا نعمل فريدريك كرافت نيتريشن بعدين برومينيشن مثلا. اوكي ان او 2 اجت وبي ار اجت. طيب بعدين فريدريك كرافت بزبط؟ طب ما بزبطش فريدريك كرافت على شيء في مجموعات ساحبه حكيناها المعلومه. بنروح بنغير. طب لا بدنا نعمل اول شيء الكليشن مثلا. اوكي الكليشن فريدريك كرافت الكليشن سي اتش 3 بعدين بنعمل نيتريشن. نيتريشن والله سي اتش 3 بتوجه ان او 2 وان او 2 يا على الاورثو يا على البار. بناخذ الاورثو هاي صار. بعدين بنعمل برومينيشن. شوفي بزبط. امسكي ورقه وقلم وحاولي. اوكي اما هيك نصرف فيه انا شخصيا بقعد 100 سنه ما بعرف احله. تمام يا جماعه؟ تمام.
بدكم تجربوا تعملوا مرة أول إشي نايتريشن، بعدين فريدريك كرافت، بعدين برومينيشن، شوفوا بزبط معكم ما زبطش، بدكم تعكسوا تحطوا احتمالات. هلأ مع الخبرة إذا حليتوا أمثلة 4 5 6 7 أمثلة بتصيروا خلاص على طول تعرف إنه والله السي اتش 3 مثلاً سي اتش 3 أقوى واحدة فيهم، بتوجه أورثو بارا. مين موجهة أورثو هنا؟ النايترو. والله بنعمل فريدريك كرافت بعدين نايتريشن، أوكي، بعدين ممكن نعمل برومينيشن. ارسمه. أجي أحل يا جماعة. دكتور بعتنا شوف. بعته. طيب. هلا مثلا بطلع على قيس. قيس عامل برومينيشن بعدين فريدريك كرافت. والله خلينا نمشي مع اللي حلو واحد واحد ونشوف صح ولا غلط. نشوف احنا بدنا نتعلم. ها شوفوا يا جماعة. قيس راح عامل CH3BR. اوكي طبعا قيس بدك تحط لويس اسيد، قلنا ALBR3 ناسي تكتبه. طيب هذا لا، اول اشي عامل برومينيشن. قيس عامل برومينيشن، هاي من هون نبلش. قيس من البنزين عامل برومينيشن BR2 FE BR3. اوكي طلع عنده BR. تمام. طيب يا قيس بنفع، يا قيس انت جاوبني، بنفع نعمل فريدريك كرافت على حلقة بنزين عليها هالوجين؟ قلنا هدول من الايش؟ اي قيس بنفع؟ لا بنفع ليميتيشن هذا. قلنا ما بزبط نعمل فريدريك كرافت على بنزين فيها مجموعة ساحبة، البي ار مجموعة ساحبة بالنهاية صح ولا لا؟ ديكتيفيتنج. اذا هذا ما زبطش معك. طيب ما كملتش. هلا حاول اعكس يا قيس شوف. تمام. طب نروح على غير قيس. فهمنا بدنا هيك احنا. طيب مثلا اسراء عامله فريدريك كرافت، بعدين عامل نايتريشن، بعدين عامل برومينيشن. مزبوط 100%. اوكي يا جماعه طبعا في بقدرش اطلع على الجميع بس كانه لقطوها. اذا يا جماعه فعليا طلع العلامه. لا لانه كثير باعتين صح يا جماعه. اول شيء بنعمل فريدريك كرافت الكليشن، اوكي، بعدين نعمل نايتريشن، هاي الاوردر، بعدين برومينيشن. اوكي هلا بدي اطلب منكم طلب تحاولوا تبلشوا بالبرومينيشن بعدين فريدريك كرافت بعدين مثلا نايتريشن، ما هيزبط معكم. اذا هيك الحل، اذا نيجي نبلش الحل، بدنا نعمل فريدريك كرافت الكليشن، اوكي، CH3 CL ALCL3. هنا دخلت عنا CH3، بعدين عملنا نايتريشن HNO3 H2SO4. اوكي هذه بدها توجه اورثو او بارا، احنا بدنا الاورثو خلاص. البارا شو بدنا فيه؟ بامكانك تكتبه انت لو مقالي. هذا يا هذا يا هذا صحيت، قلنا CH3NO2. هيا ها. طب احنا بدنا هذا بنكمل عليه. هذا ايش ضايل يا جماعه؟ ضايل برومينيشن. البرومينيشن سي اتش 3 اقوى من النايترو، يا بدها توجه هون يا بدها توجه هون، احنا بدنا اللي هون. يعني في عندك تو برودكت هيطلع، اوكي احنا بنختار المركب يعني يا هون حكينا يا اما هون CH3NO2 وهون BR. اوكي بالنهايه المركب اللي بدنا اياه طلع معنا ولا لا؟ يا جماعه طلع دكتور طلع. يعني انا مش شرط والله اذا يعني اكتب يعني هذا بدناش اياه، خلاص انا كتبته هنا للتوضيح. بس فعلا لما يحضروه بروحوا بحضروا هذا اول شيء، بحضروا هذا.
اوكي بعمل فريدر كده بعدين بعمل النيتريشن بفصلوا هذا عن هذا باخذوا هذا بعدين بيكملوا بيعملوا له برومينيشن بيطلع عندهم تو كومباوند بفصلوا ما هيزبط معك الا بهذه الطريقه لو تجربوا تعمل برومينيشن بالاول بعدين نيتريشن قد ما تحاولوا ما هيزبط معكم فهمنا ايش معنى اوردر از فيري امبورتنت تمام يا جماعه طب قبل ما اختم يا جماعه عندكم اسئله متنوعه من التحضير اللي بده يتدرب عليها بتدرب يعني كل ما تدربت كل ما صرت سريع بالحل موجود عندكم على الموديل الاسئله مع الحل الاسئله مع الحل لكل الشابتر يعطيكم العافيه فيكم تغادروا اللي بده يسال يسال يا جماعه انا بدي انهي الريكورد والله بالنسبه للكويز اي والله يا جماعه بس الشابتر الجديد اللي هيديرو سايكل انا نزلته يا ريت والله لو انكم تطبع السلايدات لانه هشرح من السلايدات انا في الشابتر الثالث تمام يعني مش هنكتب مش كثير هنكتب في شيء هنكتب بس الافضل يكون عندك السلايدات يا قيس تمام لانه تسميات ومركبات كبيره بدناش نضلنا نرسمها خلي معك السلايدات بس بهذا الشابتر يعطيكم العافيه خليني انا اتفضل